الله. أمريكا عرفتي دابا خصنا صدقة. إن شاء الله. إن شاء الله. صدقة وتعرضيها في الطوبة إن شاء الله. دابا الوالدة راه واقفة ما موالفاش على هاد لابابو هذا، كانت موالفة غير في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. كما كتشوفوا انا وخويا حميد والوالده لاله حده، وتحت الطلب ديال مجموعه من المشاهدين تنقراو في التعاليق ديالهم، بغاو يشوفوا الاصلاحات اللي درنا في البيت ديال لاله ملكه، بغاو يشوفوا التغييرات اللي وقعات، ومازال ان شاء الله غادي نمشيو نصوروا لكم حتى مع لاله حليمه ام احمد. الوالده السلام عليكم. السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ الله يعمر ربي يصلحكم ويصلح وليداتكم ونجيكم من الآفات ونور طريقكم وينور أيامكم ويخليكم ديما ضاحكين وديما ناشطين. انتم كما تشوفوا اليوم احنا جينا نشوفوا تحت الطلب ديالكم المشاهدين باش نشوفوا الدار ديال لاله ملكه كي ولات. خويا السلام عليكم مشاهدينا الكرام داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكركم بزاف من اعماق القلب. كما كتشوفوا احنا جينا عند اختي ملكه، كاينين شي متتبعين قالوا لنا بغينا نشوفوا البني ديال الملكه فين وصل. بطبيعه الحال المشاهدين راكم كتعقلوا على الدخله ديال خالتي ملكه، نهار جينا فطرنا معها في رمضان، واللي ما كانش شاف الفيديو يرجع للفيديوهات، دابا نحط لكم الرابط ديالو بالنسبه للناس اللي ما كانوش متابعينا، وبالنسبه للناس اللي كانوا متابعينا راهم شافوا الدخله ديال الدار ديال خالتي ملكه كي كانت، وها انتم غتشوفوا التغيير اللي وقع ما شاء الله. الوالده ادقي على ملكه. ملكه هذه راه ماشي الدخله اللي كانت شحال هذه الوالده. ماشي هكا كانت الدخله. لا ما كانتش هكا الدخله، هادشي عادي ولا جديد دابا ان شاء الله. ايوا هادي في الله. يلاه مرحبا بكم. السلام عليكم. ملكه السلام لاباس عليك؟ كي دايرين؟ ملكه لاباس بخير. كي دايره؟ لاباس عليك. نعم مرحبا بنا عندك. الله يبارك فيك. كي دايره؟ لاباس عليك. مرحبا بكم. هانيه لاباس اولدي ربي يحفظك. كلشي بخير. بصحتك. تبدلت الدار، تبدل كلشي. تبدل كلشي. الدخله كلشي. الله تعالى وبالفضل ديالك انتيا اللي عاونتي هاد الدراري و وفرحتيهم، والله يكثر خيرك وخير الحاجه وخير كاع الناس. دابا المشاهدين انتم كتشوفوا في وسط الدار، هذه غير في وسط الدار، هذه لداخل في وسط الدار على برا الدخله. الدخله هذا هو الباب ديال برا انتم كما كتشوفوا، وغادي نمشيو دابا اول حاجه غادي نمشيو لها هو الكوري. الكوري سيري حل لنا الكوري نشوفوا. يا اسم الله. بسم الله. هذا الشيء ولا غزاله لاله ملكه. الله يبارك فيك. زوين عندك يا ملكه. كما كتشوفوا المشاهدين هذا هو الكوري اللي درناه لخالتي ملكه، ما شاء الله حاجه غزال تبارك الله. تبارك الله انتم كتشوفوا. ودابا ان شاء الله خالتي ملكه ندخلوا للدار. يلا ان شاء الله يا ربي. سيدي صلاح. سيدي صلاح يا واش اخويا شارك معنا. تحيه للمشاهدين راه كيسولوا عليك. تحيه للمشاهدين سي صلاح. السلام عليكم المشاهدين كي دايرين؟ لاباس عليكم. يلا زيدوا. واش زيدوا هذا حشومه؟ امشي لا حتى لا حتى لا مشي صندالتك. علاش؟ شنو كتقول لك ملكه؟ كتقول لي مشي صندالتك. مشي صندالتك. مشي صندالتك. هذه هي الدخله ديال الدار، انتم كتشوفوا، انتم كتشوفوا التغيير اللي وقع ما شاء الله. غادي نمشيو من هنايا على اليمين ملكه، ورينا شنو كاين هنايا على اليمين. هنا 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 الدوش. هنا الدوش. هنا الدوش. هنا الدوش والطواليت. هنا الدوش والطواليت. ما شاء الله. هذا دوش وطواليت، هذا بيت. هذا بيت. واخيرا الصباغ مازال كيصبغ. دخلي ملكه. الصباغ راه مازال كيصبغ. مازال ما كملش. باقي ما كملش. هادشي غزال. الصحه والحمد لله. الله يعطيك الصحه. حتى كرهتك ملكه. وانتم كتشوفوا المشاهدين الزليج اللي درناه في الارض. الزليج ملكه درناه في الارض حرش. حرش. باش فهمتي ما تزلقكش ما حتى شي حاجه، باش ذوب ذاك الملس. ذاك الملس. كان خاص صعيب شويه. كنزيدو هنا شويه. الكوزينه. كتلقاو الكوزينه. هانتوما المشاهدين هذه الكوزينه. هانتوما كما كتشوفوا المشاهدين. هادشي غزال سي صالح ولا بحال المحتوى. الله يعينها وبحال المحتوى. هانتوما كتشوفوا المشاهدين. الصحة والعدل هذيك. صدق غير كنتي تقول لي. كيجاك اخويا هادشي.
الله يلا زال تبارك الله هادشي تستاهل تستاهل جي صالح زال تبارك الله هادشي تستاهل اختي مالك انتما كتزيد مالك زيد كوزينتك وقت الله لافابو باش غنجيو هنا باش غنجيو عاوتاني تديري للمشاهدين شي وصفه ولا شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله مالك عرفتي دابا خصنا صدقه ان شاء الله ان شاء الله صدقه وتعرضي على الطوب ان شاء الله دابا الواليده راه ما قلنا ما والفاش على هذا الباب وهذا كانت مرفعه في الارض اليوم ثوره يلا زيدوا ان شاء الله زيدوا معنا كتزيدوا هانتوما المشاهدين هذا هو وسط الدار كما قلت لكم هذاك اللي هي اون فاس بقى لي هذاك الدوش والبيت وهالكوزينه ودابا غادي ندخلوا ان شاء الله للصالون هذا الصالون يلا دخل زيد اخويا تفضل مرحبا بك زيد اسمي طلع هانتوما المشاهدين هذا القبص هو القبص درنا هذا شتي تقولوا لهذه الروزه الروزه ودرنا هذيك السيته مع الجناب انتما كتشوفوا ديك السيته مع جنب هنا في الصالون هاد اللوين زوينه مالك اللي اختاريتي الصباغه الصباغه حتى هي زوينه ما شاء الله انتما كتشوفوا هذه خلاص التقويصه ديال 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 الصالون ديال دخلت الصالون اييه واش شي تبدل مالك تبدل بزاف تبدل بزاف هي تستاهل يا اختي مالك ماشي اخترت كاع تنولي نبغي نمشي عند البيوت ديالي القدام ياه قواو البيوت بزاف قواو البيوت تفضلوا هذا خصك تجوجي الدراري هذا بيت هذا هو البيت اللي كنا فطرنا فيه هذا هو البيت اللي كنتو فطرتوا فيه في رمضان هذا هو عندك هذاك هذا هو البيت اللي كان القديم ديالي اييه هذا هو اللي فطرنا فيه في رمضان هو هذا مازال ما وصلوش بالصباح مازال ما وصلوش وتا هو خلاص راه تزلج الدار كلها تزلجات كامله مجلجه دابا خصك تجوجي لنا صراحه مالك دابا خصك تجوجي لنا صراحه مالك هذا البيت هذا البيت اللي كنت اللي كان كوزينه اللي كان كوزينه دابا هو ولا بيت هذا هو ولا بيت هذا دابا تا هو ولا بيت مازال ما وصلوش الصباغه مازال ما وصلوش الصباغه انتما كتشوفوا حتى هو كلشي راه تزلج وخلاص هاد الدخيله هادي يا مالكة شنو غتقدري ديري فيها هنايا؟ كانت اللي كانت واحد الكليسه كليسه غتجي تما كليسه غديريها كليسه واحد الكليسه تما غتجيك زوينه هذا بيت صلاح واقيلا ما كان وهذا بيت اخر كما كتشوفوا المشاهدين هكا انتما هذا هو الكولوار هذاك اللي بقى كما قلت لكم لي هذاك الدوش كاين بيت وكاين الكوزينه كاين الصالون وكاين هنا البيت القديم اللي كنا فطرنا فيه الا كتعقلوا وكاين هذا هو الكوزينه القديمه ديال خاتم الملك هذو هما اللي كانوا عندها وكان هذا كوري هنا فين كاين الصالون راه كان كوري هذا اللي عقلتوا عليه رجعوا للفيديو اللي ما شافش الفيديو رجع للفيديو القديم ديال خاتم الملك ديال الفطور مع خاتم الملك وغادي تشوفوا الدار ديالها كي كانت في الاول وكما كتشوفوا وهذا كي قلت لكم الكوزينه القديمه ديالها وهذا بيت اخر هذا بيت اخر ما شاء الله هادشي غزال تبارك الله مالك وتستاهلي الله يسعدك انت وليداتك الله يزيني خصنا شي صوالح في هذا البيت على هما باش تبقى باش تبقى ذكرى ان شاء الله هيا زيد اسي صالح دابا صالح دابا يسهل عليك باش انت صافي يلا زيدوا نمشيو نشوفوا عاوتاني ها انتم كما كتشوفوا المشاهدين اعطيونا الراي ديالكم في هذه الاصلاحات هذه اللي درنا لخاتم الملك اعطيونا الراي ديالكم الوالده نعم ولدي اش هادشي تعجبك والله الا تعجبت اسيدي هادشي ولا غزال تبارك الله يا ربي بصحتها وراحتها الله يسهل عليهم الله يعلم سيدي ربي انا اللي وقفت لها على هادشي الحمد لله يا ربي ولدي الحمد لله سالي اختي مالك يلاه زيد تستاهل تفضلوا 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 وراحتكم الله يلا يسهل عليك الله يخليك الوليدات وليدات عليهم ليك كما كتشوفوا هما كما قلت تشوفوا المشاهدين طلبتونا انا بصراحه ما كنتش باغي نصور واخا لا باش يشوفوا ولكن لا تيطلبونا في التعليقات الناس يا بغينا نشوفوا انا مبقى معاه بغينا نشوفوا بغينا نشوفوا التغيير اللي وقع في الدار ديال خاتم الملك انا خصني بغيت باش نشوف هذيك الحاجه اللي كانت واحد العيله ولا كان جديده وكبرات نتشوق حتى انا نشوفها ايوا بصحتك وراحتك الله يعطيك الحوار الله يسهل عليك الله بصحتك وراحتك والله الا لا فرحناك من قلبنا ربي يخليك ويخليك صحتك ووليداتك اييه وان شاء الله اختي مالكة نعطيك واحد المبلغ هذا اختي مالكة بسم الله هذا فرشي به وشوفي المهم الاصلاحات اللي باقا لك تزيديها انا حاجه اللي خاصك يا مالكة حاجه اللي خاصك درتيها
حاجه اللي خاصه يسهل عليك يونس ويخليك وليداتك ويعطيك ما تتمنى في قلبك. هادشي اللي تنطلب لك والمشاهدين كاملين كاع اللي تيتمنى شي حاجه الله يمنيها له، الله يوفق الجميع. امين يا رب. شنو صالح عجبك الحال؟ عجبني الحال. وعقبال ان شاء الله العرس ديالهم ان شاء الله. وكما المشاهدين كما قالت هذا راه واحد المعلم سميتو عزيز هنا عندنا في الدوار، انت اللي اختاريتيها ملي قلتي لي جيب داك السيد الله يعمر دار، هو اللي تكلف لك، هو اللي كانت عنده الفلوس، هو مسكين الله يعمر دار، الله يعمر دار، هذاك الثقه، هذاك السيد الثقه هو اللي تكلف مالكه. انا ما شديت لا فلوس لا حتى شي حاجه نهائيا. لا هو ما شديتيش، هو اللي تيشري، هو اللي تكلف، هو اللي شرى لك داك الشيء كله. شوفي داك الشيء كله راه بالبان بكل شيء تقيد كل شيء. كوني هانيه ورقدي على جنبك دليمن من جهه داك السيد باش نقولك شنو كاين. اذا كي جاك هادشي غزاله ولدي والله الا لا غزاله داكشي والله الا عجبني انا وبصحتها وراحتها والله الا فرحتها. المهم هادشي راه ني تيعجب اي واحد، عيد الري صغير ني تيدخل تيبقى تيشوف وتيقول لي واش هادشي مازال غادي تزيدي ثاني. تنقول له ما كفاكش هادشي، تيقول والله الا تبدلات الدار بزاف. انا قلت له براسي وتبدلات عليا. تنطلب الله ودي يونس، تنطلب الليل ونهار، تنطلب ربي يسترك ويسهل عليك وانت هو السبب ديالي في هذا الشيء هذا. وتنطلب الله يبقى ساترك انت ووليداتك ويعطيك ما تمنيتي في الخاطر ديالك وخواتاتي وكل شيء تيدعيو معاك كاملين، تيدعيو معاك في الصباح في العشيه فين ما صلاو تيهزوا لك الفاتحه. هذيك النهار داروا صدقه في الدار ديالهم، دارو الباص، درت عليهم اسم الفقهاء، قلت لهم دعيوا لي عطيك واحد الدعوه زوينه، دعاوها وتنطلب الله يوقف معاك ويسهل عليك ويجيب لك اللي فيها الخير ويبعد عليك الشر الخلق ويسترك. وتنطلب ربي يديرها لكم مقام في الجنه انت والحاجه ووليداتها ويسهل عليكم مصعب دنيا واخره. والمشاهدين كاملين تنطلب الله يستر الجميع واحد واحد. قولي للمشاهدين مع السلامه الوالده. بالسلامه عليكم، الله يحفظكم والله يستركم وينجيكم من الافات والله يعمل سيدي ربي ينقي طريقكم من الشوك، الله يدير لكم طريق في الضيق والله يعاونكم. اللهم امين.